يحملون في حقائبهم مشروعا يتطلعون إلى تنفيذه خدمة للوطن والمواطن. ثلاثة شباب موريتانيين وضعوا مشروعا لإنشاء مراحيض عمومية بعضها يكون مثبتا بالشوارع الرئيسية والأسواق، وبعضها الآخر يكون متحركا يستخدم في بعض المناسبات الخاصة. نحن درك همنا نجيب مراحيض عمومية على شكليتين، شكلية لا تعود مطروحة على الرصيف ولا تعود مربوطة بالصرف الصحي وبالماء، طريقة تدخلها لا تعود عن طريق قفلة أوتوماتيك لا يتم حد يدير بها نحاسة وتنفتح له، والشكلية الأخرى لا تعود متنقلة. وقد اختير المشروع من طرف البنك الدولي ضمن أحسن 20 مشروعا من أصل أزيد من 400 شاركت في سباق نظمه في نواكشوط خلال العام 2018. سباق المقاولين شاركنا فيه ذيك الفترة تقريبا درعود في الشهر 5 والله ذاك، كانت فيها قريب من 400 زايدة من المشاريع، تم اختيارنا من ذيك العشرين الأولين. ورغم ذلك فإن المشروع لا يزال متعثرا، حيث لم يحصل بعد على ترخيص من طرف السلطات المعنية، وهو ما تسبب في تأخر أعماله. إجينا لعدة جهات وكلها تحيرنا للثاني، وضرك عند بلدية تبرق زينة قالوا عليهم ذي أوتوريزاسيون ذي تعود ما تعنيهم، ولذلك نحن ما بتنعدنا متخلط علينا اي جهه يلا تعني هذه الروايه هي ياك قلت تسرع عنا في الموضوع. عاد عندنا تقريبا شهر شهرين نحن متاخرين في البزنس بلان. ومع ذلك يواصل الشباب طريقهم نحو تحقيق حلمهم في اخراج المشروع من دائره الورق الى التنفيذ على ارض الواقع. مشروع طموح يقول هؤلاء الشباب انهم يسعون من خلاله الى اضفاء لمسه حضاريه على المدينه تسهم في عصرنتها وتحاول تغيير عقلية المواطن. فالعاصمة التي تعد عمرها اليوم بالعقود لا تزال تعاني من بعض الممارسات والمسلكيات الاجتماعية القديمة، ولا يجد مواطنوها بديلا عن التبول في الشوارع وفي مختلف الأماكن، ويرجع البعض السبب وراء ذلك إلى غياب البدائل من جهة، وإلى السلوك غير المدني من جهة أخرى. محفوظ لسالك المرابطون، نواكشوط.